صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم. كنتمنى هذا الفيديو هذا يطلع لكم تكونوا في احسن الاحوال. شو الدنيا عندنا كي مازال دايره، غير الشجر بقى فيه غير العواد واقفين. سبحان الله، يعني كل فصل بفصله في هذه البلاد السعيده، كل فصل بفصله. كما كتشوفوا غادي نبقى نشارك معكم. شو هنا راه يعني من بعد الثلج والبرد وداك الشيء كتبان لكم يعني الصباغه ديال هاد الجلسه هنا كلها تهزات. ان شاء الله ضروري من غير يبدا يزيان الحال غادي نشارك معكم، يعني ضروري كنعاود نحييها من جديد، نصبغها من جديد، يعني كندير فيها واحد اللمسه باش يلا كتحيا من جديد. اما مع يعني الجو راكم عارفين الثلج والبرد وهذا، راه ضروري ما الدنيا هنايا حتى هي كتخرف كما كتشوفوا البنات. انا هنا كنحيد الطابيات بطبيعه الحال، دوك الكليسات وداكشي كنحيدهم، هاد الزربيه وهاد الموكيت وهادشي، هادشي ديال برا يعني كنخليه، حيت مره كما كتشوفوا تما كنشعلوا هاد الفاير بيت وكنريحوا ملي كيكون داك الثلجه وداك الجو يعني زويون، ماشي داك الثلج القاصح. هنايا كتبان لكم غير الدنيا على برا بيضه، وداكشي كنشعلوا تما وكنريحوا، كنديروا الدراري نديروا لهم بحال هكا مارشميلو وكنريحوا. كنستمتعوا يعني بالجو حتى في الليل ديالو. اليوم كيبان لي الجو غيكون زوين، غيكون الجو اليوم يعني ماشي بارد وماشي سخون، يعني غتكون بين 7 حتى 10 ديال الدرجات في هذا النهار. يلا نبداو على بركه الله نوجدوا الفطور ديالنا ونعيشوا هذا النهار مع بعضياتنا. المهم البنات، فطوري اليوم غادي ندير غير الشوفان. المهم هنا خديت الشوفان كما كتشوفوا، درتو مع حبيبات ديال التمر، واحد 4 ديال الحبيبات ديال التمر، درتهم بحال هكا غير بالماء باش يغلاو ويطيبوا، وغادي نرافقهم بشويه ديال الفواكه. هذا هو فطوري ديال هذا النهار. المهم هنايا كما كتشوفوا جبت البنان وجبت شويه ديال الفريز، وغندير واحد العصير ديال الليمون. هذا هو ان شاء الله اللي غادي يكون الفطور ديالي ديال اليوم. انا الشوفان راه كنبغيه يطبخ مزيان، نبغيه زعما يتعجن، يعني كل واحد كيفاش كيبغي ياكل الشوفان ديالو. كاين اللي كيبغي يطيبو مع الحليب، انا كيعجبني نطيبو بحال هكا مع الماء، وكنخليه كنقص عليه غير كتغلى البوطه، وكنقص عليه كما كتشوفوا، كنخليه باش يلا كيتحل. هذوك الحبيبات ديال الشوفان كيتحلوا مزيان. كيبغي البنات الليمون بحال هكا ديال العصير اللي فيه الماء كما كتشوفوا، فيه الماء يعني شبعان ما بحال داكشي ديال المغرب. هادو كناخذو من ريستوران ديبو، كتكون كرتونه كبيره يعني كدي مده كبيره، وكما كتشوفوا كيكون ميه بالنسبه للاخوات اللي ساكنين في فيرجينيا. هذا هو فطوري البنات كما كتشوفوا، الشوفان بشويه ديال الفواكه، واحد الكويس ديال الليمون، وقهوه بطبيعه الحال. هنا رشيت عليه واحد شويه ديال القرفه من الفوق، واحد خويه ديال العسل، وكيكون يعني طبق مغذي ولذيذ في نفس الوقت. المهم البنات قديرة مرونة في الكوزينة كما كنشوفو، يعني غير فطرت، حلينا الفطور وخش باش نتقدى. أول حاجة مني دخلت هي نصبت كسكسو، نصبتو راه خليته كيطيب كما كتشوفوا. هذا هو الوقت ديال النصيب. هنايا الخضيره اللي غادي نطيب خليتها موجوده،
خليتها مجبوده ورجعت داكشي ديال الثلاجه وهكذا داكشي التقضيه رجعتهم. هادشي اللي بغيت نشارك معكم. صافي اختكم راه بديت في التقضيه ديال وقال انا هي اخر وحده غادي توجد تسلو هاد العام. ماكش غادي صراحه قال ماكش غادي نوجدو كاع غير شهاتني فيه اختي وقلت لا صافي غادي نوجدو. المهم البنات هنا من جلوبال فود كنت نصور معكم صراحه قال يعني جابوا مدخلين سلعه جديده هنا كما كتشوفوا لقيت شيبه اول مره غادي نلقى الشيبه لقيتها مكرمه كما كتشوفوا خديت غير وحده سنجربها خديت جلجلان لقيت هذا ديال فيه ربعه ديال تقريبا جوج كيلو تقريبا هذا داير 15 دولار وخديت ثمن هادو شو كيبان لكم اختلاف شي شويه في اللون هادو دايرين تقريبا 3 دولارات 25 هكاك الوحده فيها 200 فيها ولا برابرتو فيها تقريبا رابعه تقريبا 224 غرام هكاك. مهم الزيتون طبعا الحال كناخد زيتون ديال المغرب شو ديال كازابلانكا الكحل ما بقاش عندي خديته ولقيت الفلون قولي بنات لي بحالي فين ما يلقى الفلون ديال المغرب خاصو يجمل منه. المهم خديت هذا ديال الفاني وخديت هذا ديال موكا وعندي ديال الشوكولات كنت لقيتو ديك المره خديته. المهم زدت منهم حتى هما اصلا حنا من محبين الفلون والدراري ولادي كيعجبهم الفلون بزاف ولقيت هادو ديال الفينون. المهم الاخوات اللي هنايا يعني اللي في سميتو بغيتو تمشيو للجلوبال فود راه مدخلين سلعه ديال المغرب وباقا تبارك الله مستوك يعني كيبان لك داكشي يلاه مستف باقين محطوطين. المهم خديت هاد السميده الرقيقه الفينو شتو شو راه بريسي ديال بصح. المهم خديت منهم غير واحد الربعه غايقولوا لي الناس كاينه السميده هنا وهكا انا من هاد النوع يعني ملي كنلقى السلعه ديال المغرب كيعجبني ناخذهم دابا راه كتعجبني ما عرفتش كتعجبني ناخذ السلعه ديالنا. ومشيت لسامس كلوب المهم تاهو خديت منو الماء راه حطيتو فوق الثلاجه تمايا وخديت اللوز البنات راه اللوز راه ناقصين منو دايرين فيه المهم ناقصين منو الاخوات اللي بغاو ياخذوا هذا راه 3 باوند خديناه تقريبا ب 8 دولارات الى ما المهم كنظن 8 دولارات المهم راه ناقصين منو. المهم خديت غير هادو. المهم هادي التقضيه اللي شاركت معكم كما قلت لكم خضره وداكشي الحليب وداكشي راني رجعتو للثلاجه داك لا داعي نبقى نشاركو معكم. ودابا نكملو الكسكسو ديالنا هنا راه درت واحد الريل علاش كتبان لكم الخضيره محطوطه بحال هكايا كتعجبني هاد الحطه محطوطه بحال هكايا غادي تشوفوا ان شاء الله بالنسبه للاخوات اللي باقيين ما متبعينش معايا في تيك توك ولا في الانستغرام مرحبا دخلوا راه دايره نفس السميه عالم غزلان. المهم غادي نكملو نطرف بعدا نحيد عليا هاد المعنات وهادشي نكمل عليا هادشي هادي حتى هي خاصها واحد المسحه داكشي علاش خليتها مجبوده تبردات خاصها واحد المسحه لهادي العيبه ديالها راه حتى هي غادي نغسلها وحنا مع بعضياتنا. البنات بغيت نشارك معكم واحد القضيه حيت انا اول مره غادي نخلي البراد بحال هكا ماشي انا اللي درتو صراحه قال حيت انا عند بالي دائما البراد هادو كنغسلهم بايدي هنا ليلى بنتي اللي خشاتهم في الماكينه وشعلت عليهم شوفوا كيخرج شوفوا ما شاء الله البراد كيخرج كيلمع شو اللون ديالو كيلمع اول مره غادي نخشيه في الماكينه ديك نتو يعني الا كانوا الاخوات فايت منهم دخلينهم وداكشي يعطيونا الراي ديالهم تشوفوا حتى العلبوب ديالو كيبان لك كيلمع اللي بحال يعني اول مره غادي يشوف البراد بحال هكا في الماكينه يقولها ليا. وهادو الانوكس البنات راه هما كيخرجوا كيلمعوا كيخرجوا كيلمعوا هاد الانوكس هادو انا كنديرهم يعني عارفه اي حاجه انوكس بحال هكا كنخشيها في الماكينه غير هو هاد البراد هذا ديال الفضه زعما فاجئني كيفاش خرج. المهم غادي نخوي المعنات باش نخوي شي فين يجي شي باش نكمل هي جمع هاد الكوزينه هي الاولى وحنا مع بعضياتنا. المهم البنات نقيت الخضيره
هنا بالنسبه للزيتون ما بغيتش ندوز هذه القضيه، بغيت نشاركها مع بزاف البنات، حيت فين ما كنشارك شي حاجه ديال الزيتون بحال هكا كيقولوا لي البنات بلي كيجيهم مالح بزاف. الزيتون البنات واخا تكون خصوصا هذا اللي كيوصل عندنا هنا هنايا الامريكان، هذا الزيتون ضروري كيتغسل، راه كيكون مالح واحد الملوحه فيه واو بزاف. المهم انا كما كتشوفوا ديال الطريقه باش كان غير كنغسلو وكنخليه واحد 5 دقائق بحال هكا في الماء، كنخليه مرقد بحال هكا واحد 5 دقائق، ما كنسلقوه ما كندير ليه حتى شي حاجه صافي. ومن بعد كنصفيه ولا كنت باغاه نخليه غير بحال هكا، يعني تكال غير بحال هكا كحل غير بحال هكا، يعني راه ما كيتبدل لا لون لا حتى شي حاجه، يعني كيبقى غير هو ما نخليهوش في الماء يعني واحد المده طويله، لا خلينا بالطبع بحال غادي يبان لكم الزيتون بلي بدا كيهرى. الا كنا باغيين ناكلو غير بحال هكا كنخليه غير يتسقطر مزيان، كندير ليه واحد شويه ديال زيت العود غير يعني واحد تقريبا جوج معلقات هكاك، كنحاول باش يتلبس به كامل وكنديرو في قريعه وصافي وكيوجد. انا هذا بغيت نشرملو، يعني بغيت ندير له شويه ديال الاعشاب المنسمه والثومه وهذا بغيت نشرملو. المهم غادي نخليه على جنب حتى يتسقطر ليا مزيان. البنات هاد القصعه هادي راه شنو نقول لكم، راها الفن تاع الفن زعما فلوسها حلال. هاد القصعه ان شاء الله نهار نمشي للمغرب نجيب كبر منها ونجيب صغر منها، يعني ديال التسقيه ديال واحد ولا جوج ونجيب اللي كبر منها. بحال دابا ملي كندير كميه كبيره ما كتقدنيش، كما دابا اليوم كما كتشوفوا قاسمه يعني الفرات على جوج، هادي جبتها على حساب يعني 4 حتى 5 ديال الناس شفتوها، وندمت مني ما جبت ما خديتش الكبيره ديالها. يعني الاخوات اللي راكم في المغرب ولا شي حاجه غاجيبوها، راه الفن تاع الفن هاد القصعه ديال القرقع ديال العود ديال القرقع الفن. صافي كما كتشوفوا جمعت الحمد لله الكوزينه كملتها وكل شيء. الزيتون غنوريكم الزيتون البنات اللي بقى عندي، مولف انا كان يعني قبل ما كيوصل هاد الكميه كنكون يعني شرملت واحد اخر، هاد المره تبقى تقريبا غير واحد جوج حطات. شوفي شو كيفاش كيجي، عرفتوا الريحه ديالو ملي حليتو، يا سلام شو بقى غير شي شويه. شو كندير فيه الاعشاب المنسمه، كندير فيه الورقه سيدنا موسى، رفيت مني مشاركه معاكم الزيتون المشرمل. بالنسبه للاخوات اللي ما شايفينوش غادي نخلي لكم ان شاء الله الفيديو ديالو في صندوق الوصف. شو كي كيبقى اللوين ديالو. صافي هاد المره غادي نجيب جوج، يعني نعود نشرمل بكميه كبيره باش دائما يكون عندي يعني قرعه هكا نبقاو خدامين في وحده وحده، حيت حنا من محبين الزيتون خاصة هاد الزيتون الكحل هذا اللي كيكون مشرمل بحال هكا. صافي دابا ما بقى لي ان شاء الله غير نتسنى الفوره الاخرى تفور ونسقيو ان شاء الله الكسكسو ديالنا.
اوكي قاعد عيط لي دابا ناكلو معايا طلع. هذا منين خديتي هذا اللبن؟ هذا اللبن تاع دي منين خديتي هذا اللبن؟ خديته من السعودية من سيفوي. سيفوي ثلاثة حتى لهنا البنات ما بقى لي غير غادي نودعكم نكون شاركت معكم روتين ديال هاد النهار حويجات لي درت فيهم لي خاصهم يتشاركوا اللي ما خاصهمش يتشاركوا راني ما شاركتهمش. المهم البنات ما بقى لي غير غادي نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.